طوري الصحف المصرية والكتاب المصريون والكتاب المصريون اهتماما بأفكار الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الحصة الصينية في العصر الجديد، وانعكاس هذه الأفكار على الدول التي تربطها علاقات اقتصادية مع الصين ومنها مصر. أشاد خبراء مصريون ومتخصصون في الشأن الصيني بأفكار الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتشكل أفكار الرئيس الصيني توجها جديدا لعمل الحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد لضمان أن تصبح الصين مجتمعا رغيد الحياة. الاشتراكية ذات الخصائص الصينية مهمة جدا لأنها بتقوم على تحسين الحياة بالنسبة للمواطنين والوصول إلى الغاية الأسمى والأهم، وهي تحقيق حياة الرفاهية وحياة الرغد العيش بالنسبة للمواطنين. وده المفترض أنه يكون غاية أي نظام أو سيستم سياسي، أنه يصل إلى تلبية احتياجات المواطنين والقضاء على الفقر والأمراض وما إلى ذلك. وبالتالي من هنا تنبع هذه الأهمية لأفكار الرئيس شي. تدعو الاشتراكية ذات الخصائص الصينية المتميزة إلى الحفاظ على المكانة الأساسية للشعب الصيني في الدولة، ومواصلة تحرير وتنمية القدرات الإنتاجية، وضمان الإنصاف والعدالة الاجتماعية، والسعي الجاد لتحقيق الرخاء المشترك، وتعزيز التناغم الاجتماعي، والسعي لتحقيق التنمية. قد ساهمت أفكار الرئيس الصيني والاشتراكية الصينية في جعل الشعب جزء لا يتجزأ من عملية النمو الاقتصادي وتطوير البلاد، وبالتالي أصبح حلم وطن وليس مجرد عملية إدارية فوقية تتجه في اتجاه واحد، وبالتالي أصبح الشعب جزء لا يتجزأ من هذه العملية. اليوم أصبحت الاشتراكية الصينية هي شيء ما بين الاشتراكية الفعلية والرأسمالية الغربية، ربما تعالج مشاكل هذه الرأسمالية، ولكنها أوصلت الصين أنها أصبحت قوة عظمى في العالم. ناقشت الدورتان السنويتان للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تطبيق أفكار الرئيس الصيني شي جين بينغ وإدراجها في الدستور الصيني والتمسك بالإصلاح والانفتاح. أفكار الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد والتي من شأنها تحويل الصين لمجتمع رغيد الحياة تعد نموذجا مهما قد تحتذي به الكثير من الدول. مستجاب عبد الله، سجدين العربية، القاهرة.